100% عند الرجال، واحد 9% عند النساء. إن مجموعة ما ينفقه المستثمرون في العراق من أموال على التدخين تقدر بواحد 1.5 مليون دولار يومياً. السيجارة الواحدة تقدر حوالي 7 دقائق من عمر المدخن. تدخين النرجيلة لمدة ساعة واحدة يعادل 100 إلى 200 سيجارة. كلش مودية عند التدخين السلبي استنشاق بخانة لا شيء مودية، صار نفس الأعراض صار يهدم.